حياكم الله متابعينا ورمضان مبارك عليكم. أبو ظبي عاصمة الجمال والتراث، فيها العديد من المباني التاريخية اللي تحمل إرث وتاريخ عظيم، لذلك ما هو أقدم بناء تاريخي في أبو ظبي؟ برج المقطع، قصر الحصن، برج الظفرة، ولا قلعة الجاهلي؟ هذا سؤالنا لكم لليوم في مسابقتنا رمضان على قلب واحد عبر منصات التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة. وعشان تكون الرابح معانا بجوائز نقدية يوميا طوال شهر رمضان، مو بتجاوب صح وبس، سوي لنا فولو تاج لثلاث أشخاص من ربعك، ولا تنسى تسوي شير للفيديو. وإذا حاب تزيد فرصتك بالربح، شاركنا صورة طبق يعبر عن تقاليد أكلات بلادكم. شو تنتظرون؟ انتوا قدها،